طيب فانت بتقول وقت انك لست سببا في انه الزميله جيهان نسور تقول انك اصغر ولا بتوع الصيدله، بس انت شاب صغير فرحت. هي تقول انت اصغر جراح وانت تقول يا سلام. بالظبط، ما قلت فرحان. طيب بنفسي. اللي حصل مع الاستاذ مفيد فوزي لما قدمك انك مساعد دكتور مجدي يعقوب، ايه اللي حصل؟ ده كان من كام سنه؟ من 10 سنين. من 10 سنين قبل الاستاذ جيهان منصور. يعني جيهان منصور مثلا في 2012 جت قالت ومعانا النهارده اصغر جراح في مصر، امي وابويا قاعدين ورا الكاميرا والاستوديو كبير ولسه هنتكلم في الحلقه، ولو حياتك والله العظيم قلت دلوقتي ومعانا اذكى دكتور في العالم والله ما هعرف اردك. لما جه استاذ مفيد ماشي يعني خلي دي حاجه. الاستاذ مفيد فوزي لما جه الاستاذ مفيد فوزي طالع العماره بقى، استاذ مفيد فوزي طالع. طب هو الاستاذ مفيد فوزي وصل لك ازاي؟ او حد من زمايلي كان اداني الرقم بتاعه فاتصلت ولا بيه. ولا هو انت اما لقمان قال لك زاحم العلماء ولو كرهوك فانت رخمت على الاعلاميين ولو كرهوك، يعني كنت بتطاردهم. انا اللي بطارد الاعلاميين برضه، انا اللي رخمت عليه. طب كويس. لا استاذ جيهان منصور هي اللي جابتني يا استاذ عزيز ابو بكر. طيب. لكن ايام دكتور ايام استاذ مفيد فوزي انا اتصلت بيه. اتصلت بيه؟ قلت له يا استاذ مفيد ازاي حضرتك، انا اسمي رامي اسماعيل، انا لسه متخرج من كليه الطب وكنت في امتياز ساعتها. طب يا رامي عايز ايه؟ انا كنت كل اللي عندي شغف بيه اني لما سافرت بره في اكتر من دوله وانا طالب كنت اشوف اما واحد يقع في الشارع ولا يجيله غيبوبه الناس تتلم حواليه وتعرف تتصرف. هنا لو واحد وقع على المحور ولا في حادثه يتلم حواليه يشحنوا كارت ب 10 عشان يكلموا الاسعاف وييجوا يشيلوه وما يعرفوش يعملوا حاجه. فقلت طب ليه؟ وجدي كان مات بجلطه في القلب وكان ممكن يتعالج باسبرين، عرفت بعد كده بالظبط. فكلمت الاستاذ مفيد عشان تعمل ايه؟ معلومات طبيه. كويس. عايز اقول حاجات بس تفيد الناس. كويس. عايز اقول ان اللي عنده جلطه يحس بوجع جامد في صدره فيروح على المستشفى، فاللي يجي لهم جلطه يعرفوا انها جلطه. طيب جالك الاستاذ مفيد فجيه. يعني استجاب كده على طول؟ يعني انا عايز عايز اسجل كذا. طيب فجالك جالك البيت؟ جه البيت. لقيت عربيه التلفزيون جايه البيت، يا ماما الاستاذ مفيد وصل، ولبست طبعا اللي على الحبل وامي روقت الشقه وطلع السلم. ايه استاذ مفيد طالع عند مين؟ طالع عند الواد رامي اللي في كليه الطب. العماره كلها اتجمعت على الباب، هو طلع قاعد يبص في الصور، صوره مجدي يعقوب. ايه ده انت مساعد مجدي يعقوب؟ ازاي اقنعت مجدي يعقوب عشان تبقى المساعد بتاعه؟ قلت له والله ما اعرفش، هو اقتنع بقى ساله. فانت يعني ما صححتلوش؟ ده قال اسمي غلط ما قدرتش اصحح له، انا قاعد خايف كده. انا دي الحلقه رقم 500 فانا قلقان شويه. دي كانت الحلقه رقم 1. استنى بس. قال اسمي غلط. استنى بس. وما اتكلمش. يعني انت الاستاذ مفيد بيقدمك انك مساعد الدكتور مجدي يعقوب وانت مخضوض وما وازاي اقنعت الدكتور مجدي يعقوب تبقى المساعد بتاعه؟ سكت. ولو انت قلت لي انت دلوقتي انت يا دكتور رامي مساعد احمد زويل يا عم والله ما هقول. انا مش هقول. لو قلت هسكت. لا مش هقول انا هسكت. بس انت بس. هو قال لك كده فانت سكت. اتخضيت بالظبط. مش عارف ولا قلت تمشي. لا طب وتفرق ايه؟ طب ما احنا قعدنا نص ساعه في الحلقه اتكلمنا. لا يعني قلت تمشي انه يبقى مساعد مجدي يعقوب بتاع. لا قلت يعني طب ما الراجل الدكتور مجدي يعقوب تبناني وحضرت معاه وانا في امتياز وفي سنه اولى. بص تبناك. فهو قال مساعد مجدي يعقوب. تبناك ازاي دماغك؟ لا تبناك شيء او انه هو انت رحت معاه العمليات، لان انت زي ما قلت يعني عيل رخم الوش يعني وقت ده وش. طيب دلوقتي انت اللي حصل ده خطا. خطا وانا بعتذر عنه. واتبنى عليه بتعتذر عنه. بعتذر عنه. انا بعتذر عن الخطا اللي ورد على لساني في اني سكت لما الاستاذ مفيد فوزي او لما الاستاذه جيهان منصور قدمتني على اني اصغر جراح في مصر ومساعد مجدي يعقوب. دكتور مجدي يعقوب في اسوان، انا في القاهره، هو بيشتغل من 2009 في مركز اسوان. انا يوم ما قابلته في 2002 وفي 2007 ولا 2008. انا مش المساعد بتاعه وبحضر. طيب. معاه عمليات. يعني انت كده حلو قوي احنا وصلنا للمرحله دي يعني